شوف السيارة هم مشكن ما على قدك وملمومة وسعرها مناسب ولونها حلو. لا حلوة حلوة. إيه؟ انت عندك معرض؟ اي والله صار سنة ونص يعني مو هواية. مو هواية؟ اي كان شغلتك شنو؟ انا قبل قندرتشي. ها قندرتشي؟ 22 سنة قندرتشي. وهسه تشتري بالسيارات؟ اي بس علاقتي ويا القنادر قوية. يابا القنادر مالتي يضربون بيها المثل. لين احطاط شغليت. بديك تشتغل. بيدي بس السوق انت رصيني. عمو هسه نرجع على السيارة. اي يابا شو احكي لك على القندرة اعشقها. عمو انا جاي على السيارة مو على القندرة. اي اي هي هاي حلوة. ايه هاي هاي. ايه زين هسه شو احسها عمو يعني مثل صغيرة ضيجة علينا. ضيجة مو هاي تعرض بالمشي. شنو هي؟ هي السيارة. سيارة ايه تعرض بالمشي؟ بس تطيها اسبوع 10 ايام ماكو هيج واحتمال تقوم تطرق. تطرق شنو؟ يعني تحس اكبر من عندك. ها وش نسوي لها؟ ها اطلع دبان. دبان شنو يعني؟ قصدي الكوشن علي ندوشمها. ندوشمها. زين زين هذا شو اسمه اللون مالها حلو هذا؟ حلو روغان. ايه؟ شنو هو؟ هو هاي الجلد مالها ما يحتاج تمسحه هو لما اعتمدنا وبيه. دوشمه مالتها طبعا تخبل. زين ما تطلع ريح هذه؟ لا طبعا اذا من رجل الرجل. شنو يعني؟ قصدي اذا على ايدك ما تطلع ريح. هويها رتبها اغسلها نظفها زين وش ايه بعدين قبغلي. شنو يعني مو قيطان؟ شنو يعني ما بيها تنته. اي القماره مالتها ما بيها. هاي سلايد ما سلايد ماكو. زين هذا لونها صعب بالتنظيف. لا لا ما يراد له فرشه بوصله. ايه بس اطلع على مال التمساح شو اسمه بوليش. بوليش بوليش. روعه. زين هاي شلون نطلع بيها تراي؟ تريد تقدرها؟ لا اطلع بيها تراي. شنو اقدرها؟ يلا ساخذك. يلا يلا تقدر. جايب وياك شنو؟ كرته. عمو السياره. السياره ام اذن شس نتفاهم بالطريق حبيتك انا. عمو يلا مشي. يلا يلا.